السلام عليكم البنات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ لا الدريه ما غتخليهاش اليوم. كلشي مزيان؟ هنين منين مرتاعين ناشطين ماشطين خلاص. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ومرتاحين وكلشي مزيان. اليوم الصراحه وتحت الطلب ديالكم بنات بزاف قالوا لي اسيا فين كتشوف راك ماشي في القاسم بالله كيشوف في الورقه. بنات بزاف كيسولوني في ويا اسيا ديري لنا فيديو ويدا مالو وين واش قالت كان قالت في القاسم قاسم قاسم مش قاسم لا لا مش عيب تخلينا ندوي فيديو ديري لنا بحال هكايا يعني تحديكم بيناتكم عمركم ما درتوا لنا صراحه اول مره غنديروا لكم. كنا جالسين وانا نقول لي اجي دابا شنو درنا وجدنا وراق هو كتب داكشي ديالو انا كتب داكشي ديالي وفي الاخر كل واحد كتب 10 الكلمات يعني 10 الكلمات غيسولني و10 الكلمات غنسولو ومن بعد 10 الكلمات انا داكشي اللي كنعرف باللغه ديالو و10 الكلمات هو داكشي اللي كيعرف باللغه ديالي. سمحوا لي مع فارين كتقيس بزاف داكشي علاش. فاول حاجه كنشكركم بزاف البنات على المتابعه وعلى الدعم وبارطاجو الفيديو وما تنساوش ديروا لي لايك. اول حاجه هي الاشتراك حيت بزاف البنات كيقولوا لي حاليا ما كيوصلوناش الفيديوهات ديالك. اشتراك حيدوا ابوني وعاودوا ردوها وغادي يبداو يوصلوا لكم فيديوهات. جرس جرس ها جرس نو جرس 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 ها جرس جرس يعني ترلالالالا ها ايه المهم اول حاجه البنات باختيار الكردي العراقي البنات اللي كتسمعوه بغيت نوضح لكم في هذا الفيديو هذا كاينين بنات في بيئه عايشه تقولوا لي باختيار بزاف باختيار راه سميتو بنات جدادين مرحبا بكم. زائد حاجه اخرى كنهضر انا وياه بالانجليزيه علاش لانه مخضره بلونغلي مخضره بالمغربيه ومخضره بالكرديه علاش لانه هو كيقول لي بلاتي هو عراقي علاش ما كيهضرش به هو الناس بحال تقولوا مغاربه كاينين فيهم الناس ديال اكادير كيكون عندهم امازيغيه كيكونوا في نفس الوقت يهضروا بعربيه هو المنطقه اللي ساكن فيها بعيدين عليهم العرب يعني ما كانوش كيهضروا بها بحال انا البنات اللي كنعرفهم ها كلوز تو ذات كيفهمني البنات كنعرفهم كرديات يعني وكيهضروا بالكرديه وكيهضروا حتى بالعربيه يعني العربيه ديال العراق لانه المنطقه ديالهم لاصقه مع الناس اللي هما العرب يعني كيدوبوا بحال بحال لانه يعني المنطقه ديالهم ماشي بحال ياك بعيد على العرب هذا هو اللي كاين فداك الشيء علاش كيعرفوا الكرديه ما كيعرفش العربيه ولكن قراوها في المدرسه فهو ما يعني ما استعملهاش بزاف فداك الشيء علاش نساها. اما راه عائلته كاينين خوتو داك الشيء كيعرفوا العربيه هذا هو اللي كاين. دابا يلا سير شكون اللي غادي الاول نبداو نبداو بالكرديه يلا سير دابا هو غادي يسولني ومتوريني شنو راه شي حاجه راه كتب لهم واش فلاش توريني باش ما نخمجوش اللعبه. سير سير على الله هادي انا كاتبه مقدمه ما يلاهم سير سولني هاو سين جو بالكرديه برو كوم هي ها كوم هي كوم هي ورا سيت داون سيت داون دار الشاخ ديما باختيار كيقول لك ديما نحفظها ديما في كوم هنا مانجري ديما في ما يقول ارين دار الشاخ باي برو اندستاند 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 يا اولويز ديما كيقولها ليا كنفعل هذه الكلمات شنو هي هي باش شنو شنو بالكرديه تيغشتي تيغشت 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 هالو هالو تشوني يا ثانك يو سباس تمام خصني نجي بزاف زور زور نايس خوشة وات يو دوين بلاش بلاش وات يو دوين بلاش جات الاولى الحرف الاول تشدكي تشدكي ميك لا ميك تشدكي
تدقي احنا وين وراريو وراريو بلاشي وراريو بلاشي استقي لا شنو لا شوي هيك يسولني بعد مره في التليفون كنساعد بحال هادشي زيد صافي دابا البنات دابا حنايا هادشي هما الكلمات اللي كنكونوا متداولين اللي خدينا غير 10 ما بغيتش نعيقوا عليكم بزاف الا عجبكم نقدروا نديروا لكم الجزء الثاني يا اخي الدراري عندي كيعيو من كرضها وشي بينوا انهم عيان علاش كيخافوك تنعسيو كان شي ستايل دابا البنات غادي نديروا الفقره الثانيه عباش غادي من بعد غنقول لكم شنو غادي نديروا الفقره الثانيه هو انا غنسولو وهو غادي يجاوب ما تبقاش شوف واصلا ما غاديش يفهم كتب شي حاجه دايره بحال الطريقه دايره بحال ديال الشينوا sit down جلس ها جلس دابا الكلمات ديالنا متداول توميتوس ماتيشا ماتيشا هادي ديما هو كيمشي لها بلاتي This one I didn't write it, but I want to ask you this question because something you like too much for a fruit in Morocco. Always when you go, first thing you ask him for it. This one, two things. Watermelon. Watermelon. نري لما عرفتش هذه. آه يي. هذه رصاصة الثقلبة. ما كنا جنسية مغربية لو. اسكولا أنا اسمه شلح. دلع. 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 زيد. كرموس كرموس ما بغيتش نسولك اخويا زدتي عليا كرموس هادو جوج الحوايج حتى كتسطع عليهم اول ما كيتحط في المغرب شنو من الحاجات اللي بديتي قبل ما نكملوا الحاجات اللي عزيزين عليك في المغرب اخر مره قال لي الا مشيت للمغرب يعني الا زعما كان عيان وقال لي هادو من الحوايج ديال الحياه تيك هذا بوكين تيكيت دون جو تو موروكو يو دوين فيرست ثينك اول حاجه ايس كريم ايه عزيزي الايس كريم ديال المدينه بحال الايس كريم كرموس دلع شوف فيهم حمام نساكم صاد تخشع حمام حمام مغربي ديال 10 دراهم ماشي حمام ديال داك ديال الشعبي لك شعبي نو بيكوز ذا موني بيقول لك شعبيه كيموش على شي حاجه تبيت الشعبيه داك الحمام ديال 10 دراهم عرفتي كتمشي كتلقاي طيابات وداك الكسال داك الشيء هذا لاست وان طنجيه زيد كاين حماق على الحمام شي حاجه كيتسطع على سميتها حمام مغربي هادي راه عرفتي دابا نتوما راكم عارفين في المغرب الواحد كيدوش في الدار كيمشي بحال هكا مره في السيمانه الحمام ديال الزنقه ولا كيقول خوتي يلاه معايا يوميا كيوليو مزنقين حنا كنعمل مطيجه ها المطيجه هادي اللي دبنا لها قوي بعد مني زيد انا دوان بعد مني هذه اف ام انجلي يا بعد مني زيد سير حالك سرف عالك اف ذا ذس وان اي اوريدي اي اكسبلين تو يو دابا هذه كيقول هذه الكلمه هذه كيقولها ولكن الشرح ديالها بحال هكا مدوب على المرات غير تريقلو بها ولكن الشرح ديالي يلا اخر مره شرحتها ليه مزيان قال لي ضراتني فراسي بغيت نشرحها ليه مزيان you know that what I explained to you last time if the man turned his eyes too much like the mascot salgot زيد come here اجينا زيد مريك I'm so angry. That one is the طريقة مغربية. That one I told you. The monkey. بس من تعمقش معه ده بس يعرفه. Monkey. طالع لي القرد على الراس. هذه مغربية 100%. دابا المغاربة عندنا ديك الكلمة هذه ديال كنقول بحال الناس تيقول لي ما خي طالع لك الدم كنقول لها طالع لي القرد على الراس. I love you. كنبغي. زيد مرادف فاش ديالها زيد شو من هو اللي نسيتي زيد مرادف فاش ديالها كبيده ديالي زيد تو ماتش بزاف ديك نايس
زوينة بزاف زوينة بزاف كيعجبني هذيك واه واه ديري صافي خويا خطير خطير قنبلة ديري دروع عاد اخويا هذا قنبلة كاع اختي أنتونسيو زيد عاود 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 زيد زيد منقولوش لك زيد عاودني عاودني منك هادي اللي مشيتي عاودني منك تفضلي المهم البنات دابا شي شحال ضحكتوا في عينيك ولا دابا البنات غادي نديروا واحد البلان هو انه انا دابا غادا نقول 10 الكلمات كرديه اللي انا قيتهم اللي طاحوا لي في بالي واخا كنعرف كلمات اخرين ولكن هادو ما يطاحوا في بالي انه صعيب باش طيح على حاجه الا جات بالصدفه وهو كذلك غادي يقول 10 كلمات مغربيه يلا يعني انا الاولى غنبدا 10 كلمات كرديه شنو كنعرف خوش مداوي يعني كنبغيك قولي من فيراجم بحال تمشي للسوق ياك السوق داكشي وغنحسب لكم من واحد حتى ل 10 لالا بجوج بالكروش اننا ما كنعرفوش الكرديه ياك دو سي توا بنس سس حوت ناك هاست نو دا ايوا المحلات الكرديه ملي كنمشي بعد المرات كنتبع بنادم كيدوا ديروا منو اطونسيلو كان كيتفرج شي حد كنمشي للمحلات بعد المرات كنفهم اش كيقولوا وكندير راسي بعلم ما كنفهمش هذا سان هذا سي سان تاع زعما كوين تي كل الشوب يا او سام وير لايك دي توكين كل شيء عند ستاند وات دي توكين اباوت بس اي ميك ما يستاهل سيم ان الاوبن موضوع اي نو واتس اباوت حتى هو في المغرب كيسحبوا ما كيفهمش حتى بعد المرات تيكون شي حد تيقول شي حاجه ولا هذا كيقول لي يلا كيبغي يجاوب كنقول لي صافي خلي كيسحبوا ما كيفهمش سان تايم الاوبن موضوع اي كان اي اندرستاند بس اي دونت نو هاو تو دو تداخل فور سناتش كيدير لينا ما نعاودش لكم ملي كنهضر مع الدار كيطلع عقلي المدينه يلا دابا نوبتك 10 الكلمات بالمغربيه فرجنا زيد قدامي زيد بروش قولي سلام علمتي سير محفون زيد خنونة عاشق حق لكم حاسك توب والناس سير جلس ايه جاوبني ايه فينك ايه اش كدير ايه وا سيد محمد وا شريف سيد عاشر من هنا كاين واحد بيبي نص مغربي كول نيم اوف سيد محمد كول شريف نو باي نيم از فهمت بلاش ما قالكم قال لكم فاش جا المغرب دابا اول مره ملي نجلس مع بابا كيخرج معاه وداكشي ولا كنكونوا خارجين وبابا كيقول سي محمد بزاف يعني كان راكم عارفين الصواب ديال الوالدين وداكشي ملي كيعيطوا شي حد ما كيقولش ليه ها شوف كيقول ليه واه سي محمد زعما كيكبر به فاللي كيتلاقى مع بابا كيقول واش شريف ولا كيقول واش سي محمد ويقول لي واش كلشي سميتو سي محمد وسميتو شريف وقلت له لا سيد سيد والله سيد محمد قال في المدينه كامله سميتو سي محمد ناير عشرة المدة يعني نو بادي جلس تو يجا يعني راه بالسيم قال شي واحد ما يحفظ الاخر كلشي عنده نفس السميه عسل كان كيقشني بالضحك واحد المره عندو شي ملاحظات هو من النوع اللي ملاحظ كيلاحظ لك الشاده والفايده كيقول شنو هي هذه وشنو هي كيبغي يتعلم يعني كيبغي يعرف فدابا في المغرب عارف البلايص سميت ديال القناه تعلم مزيان ياك ولا لا فنتمنى البنات عجبكم هذا الفيديو بغينا ندردشوا معكم ونضحكوا شويه وكثروا لنا لي لايك على وجه الشاف باختيار شحال اللي ما جلس معايا في هذا الفيديو في الفيديوهات فنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم ولا عجبكم كثروا لنا لي لايك وعطيونا افكار ديالكم شي حاجه عجباتكم مره ملي نكون جالس دابا راه مع جالس فرحان خدام شي ايامات داكشي علاش
نقول لهم ديروا لايك باش يديروا لنا لايك. لا يا باش دير اري. لا طالع كيبيع الريكلام. المهم لا تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، ان شاء الله على خير. سلام عليكم.